يعني ايه مش فاكر حاجة؟ لا انت بس تلاقيه تعبان من اللي شافه يا عمر، واول ما يستريح هيفتكر كل حاجة على طول. والله ما اقدرش احكم يا محمود، الراجل فضل ساكت ومبلم وما حطش منطق لغاية ما الشرطة العسكرية استلمته هو وكل اللي معاه. يعني ايه؟ هيتقبض عليه تاني؟ قلنا لهم كده، قالوا لنا لازم يتعرضوا على النيابة عشان تثبت حالتهم وانهم محتجزين بشكل مخالف للقانون، وتعرف بقى اذا كانوا محتجزين على ذمة قضية إرهابية ولا لا. هو ده الكلام، ولما يفتشوا في ورق اسماعيل هيكتشفوا القضية اللي هو محجوز علشانها، وهيكتشفوا الكذبة بتاعت أمن الدولة اللي كسبوه على أهله. ده مش بس هيثم اللي جيب رجليه، ده شكل الجهاز بتاعه كله هيقع، والبركة في اسماعيل. يمكن يكون افتراضك صح. افتراضك؟ افتراضك؟ ليه قطش الفرحة بس كده في خلقة الناس يا عمر؟ مش قطش يا صديق ولا حاجة، كل الحكاية إن عايزك تبقى واقعي شوية. لأنك لو تأملت في الفيديو اللي أنا صورته لإسماعيل هتعرف إن مهمة استخراج أي معلومة منه صعبة أوي. مش مهم يتكلم، المهم إنه موجود. وطالما موجود أهله ممكن يرفعوا قضية على الداخلية يتهموها بالتزوير، ويشوفوا مين المسؤول اللي احتجزه كل المدة اللي فاتت دي، وكل ده يا جماعة هيصب عندنا في القضية. أظن بقى كده جت لمنى على الطبطاب. يا جماعة أنا لأول مرة أبقى متفائل. أنا حاسس إن ربنا عمل معجزة عشان يخلي هيثم وكل اللي معاه دول يقعوا في شر أعمالهم. أيوه كده بقى يا معلم، كانت فين روح التفاؤل دي من زمان؟ يا حبيبي التفاؤل من غير سبب قلة أدب. لما ربنا بعت حاجة عشان نتفائل عشانها تفائلنا، حرام يعني ما نتفائلش. عيني عليك يا إسماعيل وعلى اللي جرالك. أثار السجن طلع نعمة، على الأقل السجن فوق الأرض. آه يا بلد. نفسي أعيش دماغه. لا صحيح، نفسي مرة أهرب وشنطتي معايا. ما تقلقش يا سيدي، شنطتك هتجيلك لحد عندك. وبعدين أنت المرة دي إيه؟ هتستخبى في حتة مكان ولا يخطر على بال حد؟ إزاي بقى؟ ما أكيد هيثم عارف كل الأماكن اللي ممكن تخبيني فيها، وأكيد مش هيأثر. لا لا لا، دي واحدة صاحبتي جابتولي، هيثم ما يعرفهاش. عشان محدش ياخد باله انك هنا، ولو اني انا الدنيا حوالينا فاضيه خالص. ما افتكرش حد ممكن يجيلك هنا الا لو كان حرامي. لا ما تقلقيش، حتى لو جه حرامي بمجرد ما احكي له حكايتي هيهرب. اكيد هيخاف يقعد ويلبس معايا تهمه انه عضو في التنظيم. ماشي، خلي بالك من نفسك، لو قصت حاجه كلمني. لا متشكر يا راجل. اسمع لك تمام يا thank you.
يا محمود. امال لو كان الراجل عارف احنا خارجين بكام من رشيد كان عمل فينا ايه؟ كان بلغ عننا البوليس؟ ليه يعني؟ شوفي لسه الحكومه ما منعتش الفرجه. سوى حياتك كلها سنتين ثلاثه وهتمنعها. اكيد هيطلعوا قانون انك تقدمي كشف حسابك قبل ما تخشي محلات الموبايل، بدل بقى ما تقعدي تسالي الناس ده بكام وده بكام وتقرفي اللي فيها. ده على كده بقى يا حبيبي، واحد زيك وواحده زيي مالناش غير محلات رشيد اللي حالها قرب. ليه يعني؟ مالها محلات المنشيه والعطارين؟ وحشه؟ ده مش مقام يا حبيبي، الكلام ده مش عندي. طب ما انا عارف انه مش مقامك يا بنت. شوفي ودين النبي لا اجيب لك عفشك من اكبر محلات موبيليا في اسكندريه، وجايزه تهف في دماغي واجيب لك عفشك كله من دمياط، مش بحبك. تعملها، والله عارفه انك تعملها، مش عشان حاجه، عشان انت تستاهل كل حاجه كويسه. انا مؤمنه بيكم مصدقاك يا محمود والله. بس قول لي الاول عملت ايه في موضوع القضيه؟ وبقى حطها لي دماغي الضحك اللي عملناها. محمود والنبي ما تقولش انها اتاجلت تاني. طبعا اتاجلت، ما انت عارفه المحاكم عندنا. المحكمه عايزه مندوب من جهاز امن الدوله، والمحامي كل شويه اجل القضيه عشان الانفلات الامني اللي في البلد وظروف البلد الامنيه. وحليني بقى عقبال ما تمر البلد من ظروفها الامنيه وانحداراتها وانعطافاتها ابقى انعطفت انا رحمه ربنا. لا يا حبيبي بعد الشر عليك ما تقولش كده. طب كل الهم ده شايله لوحدك ليه؟ ما قلتليش ليه اول ما شفتك؟ وانكد عليك اول ما اشوفك يا بت، ما يصحش. طب ومين هيشيل همك غيري؟ ايه نظرات القلق اللي في عينيكي دي؟ امال فين بقى مؤمنه بيك ومصدقاك؟ طبعا مؤمنه بيك ومصدقاك، بس انا بس خايفه عليك من الاحباط يا محمود بصراحه. احباط؟ احباط مين يا بت؟ شوفي انا مش هسيب البلد دي غير لما اخد حق منها تالت ومتلت، وبكره هتشوف. مش هتبقي معايا ولا ايه؟ طبعا هبقى معاك. امال هروح فين؟ رجل على رجل. بس فكر يا حبيبي في فكره بقى نقولها لابويا لما نرجع، لما يسالك على موضوع القضيه. ده ما رضاش ينزلني معاه غير لما قلنا له ان احنا رايحين اسكندريه نتفرج على عفش. لا وايه؟ لميت له كل كروت محلات الموبايل اللي في اسكندريه، ولسه غير صورك بقى جنب الكومودينو، جنب السفونيره، قاعده جوه الدولاب، لازم يبقى معايا دليل. يا ابن اللذينة، اتاريك عمال تكركع من الضحك وانت عمال تصورني، وانا اللي بحسبك بتصورني عشان الذكرى يا محمود؟ بحب ابليس يا اخواتي. لا بالحق بقول لك ايه، تفتكر الشياطين يعني بيتعبوا عشان يتجوزوا زينا كده، ولا اول ما بيتخرجوا بيتجوزوا على طول؟ لا لا اكيد عندهم بطله زيهم زينا بالظبط، ما هو خلاص ما بقوش لاقيين بشر عشان يغلوهم. الله عليكي بتاعتي. بقول لك ايه، بيقولوا في محل الموبايل هنا في اسكندريه سبعة ادوار، وعندي امل ان اخطف في كل دور بوسه. ده بعينك، انا مش هلف معاك في ولا محل تاني غير لما يبقى معايا محرم. كده يا حاجه انك مش عايزه تقدمي بلاغ تقولي فيه ملابسات اختفاء ابنك؟ ده حقك القانوني، مش تفهمها الكلام ده يا متر؟ هي فاهمه كل حاجه يا فندم ولا ايه يا حاجه؟ طبعا، ده انا ما صدقت ربنا رجعهولي بالسلامه. انا لو قضيت بقيه حياتي اشكر ربنا واحمده مش هيبقى كفايه، اقوم افتق في اللي فات واقلب المواجع. تفتقي ايه يا امي؟ انت مش جالك ورق من الداخليه بيقول ان ابنك مات في حادثه وبعدين طلع عايش وحاجزينه في امن الدوله؟ دي جريمة يا أمي. أنا شعرفني يا باشا إن اللي جاني من الداخلية، أنا جاني واحد لابس قميص وبنطلون ومعاه شوية أوراق مخدومة وخلاص. يا أنا مش عايزة أظلم الناس، أنا محروقة بنار الظلم يا باشا، أقوم أظلم غيري. لا إله إلا الله. طب الصبر والرضا اللي فيه الحاجة أنا فاهمه ومقدره كويس، إنما مش غريبة يا متر إن المحامي يكون صبور وراضي ومش عايز يجيب حق موكله؟ أنا بحترم رغبات موكلي ووالدته، وما فيش أسهل من رفع القضايا وتقديم البلاغات، والبلد في أزمة ومش لازم نزود الأزمات أكتر من كده يا سعادة الباشا. تمام، حقكم، بس أنا كمان عندي بلاغ متقدم من محامية متهم شهد ضد إسماعيل، بالطالب بالتحقيق مع إسماعيل في إنه يضلب أقواله في كل اللي حصل له، لأن ده بيمس حياة موكلها، والكلام اللي هيقوله اسماعيل هو اللي هيحسم القضيه. هو اسماعيل قادر يتكلم؟ ده عقله راح. ومع ذلك مش عايزه تعرفي مين اللي عمل فيه كده. ماشي، عموما انا هحوله المستشفى الامراض العقليه، وهناك بقى هم هيدونا تقرير عن قواه العقليه، وهنعرف اذا كان قادر يدلب اقواله.
محمود محمود انا منى 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 في ايه؟ بس السيب ياخد نفسه ولا يشرب حاجه الاول. ستي هعمل لك اللي انت عايزاه بس في ايه؟ والله اخبار مش ساره ابدا يا محمود. النيابه حاولت تسمعيني على مستشفى الامراض العقليه عشان يتعمل له تقرير يعني ويشوف لو ينفع اصلا يطلب اقوال ولا لا. طب وماله؟ ما احنا اتفقنا ان مش ده المهم في الموضوع. المهم هو اهله. اه بالحق هم ابتدوا يحرجوا البلاغ ضد امن الدوله ولا لسه؟ اه مش ام كل كامل كانت وعدانا بيه جت قدام النيابه وعملت عكسه تماما؟ ايه؟ رفضت ان هي تتهم حد من الداخليه وقالت انها مش متاكده ان الراجل اللي جالها بشهاده الوفاه ده من الداخليه اصلا ولا لا، وانها كمان ضيعت الشهاده. يعني بصراحه قعدت تهفت بشويه كلام كده عن القسمة والنصيب. اه بس عبرت عن فرحتها برجوع الحبيب الغالي. بس انا لازم اروح لها. تروح لها فين؟ لازم اعرف ايه اللي خلاها تقول الكلام الاهبل ده يا منى. اكيد هيثم بعت لها حد. ده على اساس ان ام اسماعيل قاعده مستنياك في طنطا دلوقتي. لازم اخليها تقول الحقيقه. يا محمود بالعقل كده، اكيد اللي ضغطوا عليها مش هيخلوها تستنى في نفس المكان عشان نروح نلاقيها تاني. يعني ايه؟ هنسكت وخلاص؟ اسماعيل ده اخر امل عندي.